كابتن متضايق في البلد دي كابتن اسامه محدش قال لكم تسهروا قاعد جنبي وانت اللي وترتني انا وترت والله العظيم وترتني كابتن اسامه ما اتحركش من على الكرسي اصلا انا مش متوتر اسامه كابتن هادي حقيقه اسامه والله بص انا قلت لكم من قبل اداني الامل اداك الامل عشان قاعد على الكرسي وكل هجمه علينا ساكت على طول انا 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 قلت لك ايه في قبل الماتش قلت لك في اثناء الماتش انا ما عنديش ادنى شك ان النادي الاهلي هيكسب وحتى انتوا لما كانت طلع الجيش فرقه طلع الجيش بتعمل هجمه او خطوره او الاهلي اداؤه وحش في فترات من المباراه كتير بس السيناريو بقى لما دخلنا على وقت اضافي بعدين ولا بعد كده ركلات ترجيحيه لا الوقت الاضافي برده ما كنتش قلقان كنت متاكد خاصه ان هم بيلعبوا 10 لكن لما دخلنا على ضربات الجزاء الترجيحيه خلاص اصل هي بتبقى 50% 50% توفيق يعني اثناء الماتش الطبيعي ان احنا اعلى الطبيعي المفروض ركلات ترجيح لان ما فيهاش جزاء قصدي ركلات الترجيح بتبقى خلاص 50% 50% مظبوط لكن طبعا لما جبنا الثلاث اهداف ورا بعض المعلول والسوليه وبدر بنون وهم ضيعوا 2 كان عندنا 4 فرص ما كانش عندي شك ان حتى انت لما أيمن لما أيمن أشرف ضيع قلت لكم لا ده لسه في 3 فرص أفشة قلقني أنا بقى أفشة بقى هو اللي قلقني وأنا كمان يعني بعد إضاعة أفشة لا كابتن أفشة الأول لا أفشة الآخر بتاع بطن العرض أشرف ده توتر خد بالك ده احنا خدنا الكاس اللي فات هي دي اللحظة ده كان متوتر على كده قفله متوتر ده ما كانش طبيعي يعني هي دي اللحظة الوحيدة اللي خفت فيها أنت توترت يا أسامة قلقت قلقت طبعا بعد الضربتين الاخرانيين بعد ما لا بعد ايمن اشرف و انت كنت قاعد في تكييف جامد والله لا بعد ايمن اشرف وقفش ورا بعض ضيعوا قلقت طبعا يعني بعد كره قفشه قلقت وبعدين خاصه كمان انه مصطفى جمال جاب بعد ايمن اشرف بعد ايمن وراح مجدي قفشه مضيع قلت بقى كده شكلها يعني مش عاوزه لكن اثناء الماتش ما كنتش قلقان خالص ان احنا مفروض نكسب المباراه من بدري يعني احنا المفروض ولكن احنا صعبنا المباراه على نفسنا كتير قوي يعني هنتكلم فيها احنا نفرح وكده لكن طبعا في كام لعيب كانوا الحاله كانت النهارده مش في الحاله خالص يعني.